السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي طلبة وطالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا في مقرركم أخلاقيات منظمات الأعمال. سوف نستكمل اليوم ما بدأناه في الحلقة السابقة من الوحدة الرابعة عن التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وأخلاقيات التعامل معه. استعرضنا في هذه الوحدة أهم الأهداف، وكانت تتمثل في معضلات التسويق وتحدثنا عنها المرة السابقة: أخلاقيات الإنتاج والممارسات، أخلاقيات الإعلان والتسعير والبيع، تحديات التقنيات الحديثة والتسويق الإلكتروني، حماية الخصوصية، المنافسة الأخلاقية. تحدثنا عن الثلاث أهداف الأولى، وإن شاء الله اليوم سنتحدث عن الثلاث أهداف الثانية. كما ذكرنا سابقا، تنقسم هذه الوحدة إلى أخلاقيات التسويق وأخلاقيات التجارة الإلكترونية. اليوم سوف نتحدث عن جزئية التجارة والتسويق الإلكتروني، التحديات والمعضلات الأخلاقية والقانونية. تعالوا معنا بداية نبدأ بمفهوم التجارة الإلكترونية. التجارة والتسويق الإلكتروني هما مفهومان مترابطان ولكن هما مختلفان. التجارة هي مفهوم جديد تتم من خلاله عملية بيع أو شراء المنتجات والخدمات والمعلومات من خلال شبكات كمبيوتر ومن ضمنها الإنترنت. التسويق الإلكتروني هي تنفيذ وإدارة الأنشطة المتعلقة بالبضاعة والخدمات بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنت والأنظمة والتقنيات المختلفة لتفعيل إنتاجية التسويق لتحديد حاجات الأسواق المستهدفة وتقديم السلع والخدمات للعملاء وذوي المصلحة. يعني التجارة قد تكون يعني أوسع وأشمل من عملية التسويق. ما هي المعضلات الأخلاقية المتوقع أنها ستواجهنا في هذا المجال؟ الحقيقة في كثير من المعضلات، لكن خلينا نتكلم عن واحدة واحدة. أول واحدة، المعضلات المتعلقة بالعلاقات التعاقدية والإثبات. حضرتك بتدخل على موقع أيا كان اسمه عشان تشتري سلعة، طيب مين اللي بيثبت إن حضرتك دفعت وفي انتظار السلعة دي خلال 48 ساعة؟ طب لو اتأخروا عن 48 ساعة، هو مين اللي أثبت الكلام ده؟ هنشوف الكلام ده طبعا في التأخر، لكن اثبات العلاقة التعاقدية نفسها، ان حضرتك قلت لهم وهم قالوا احنا هتدفع انت مقابل كذا في خلال ان ايه الحاجة توصل لك في 48 ساعة. ازاي تثبت هذه العلاقة؟ ازاي لو طرف من الطرفين اخل من في هذه العلاقة بيتم اثباتها؟ ده احد التحديات الكبيرة. التحديات المتعلقة بالعمل المصرفي، بنجد ان لو حضرتك عشت في اكثر من دولة، بتلاقي الدول المتقدمة بما ان النظام المصرفي فيها متقدم بيكون شوية سهل موضوع التجارة الالكترونية عن لو دولة متوسطة في النظام المصرفي ومدى القيود اللي عليها. مش بس كده، حماية تعامل، حضرتك هتعامل مثلا بكارت فيزا على الموقع دوت، طب هل الموقع ده بيدعم كروت الفيزا ديت؟ هل البنك فاهم ان الموقع هو اللي قص مني؟ طب لو بتقص مرتين نفس المبلغ؟ طب لو هذه التحديات. التحديات المتعلقة بالحقوق المعنوية، يعني مثلا أنا عندي موقع وبنيت الهيكل بتاع الموقع بطريقة معينة وحطيت له شعار وحطيت له مش عارف ايه، جه واحد تاني هيعمل موقع الكتروني فخد واستفاد ونسخ نفس الكلام دوت، مين اللي بيحمي حقوقي؟ مين اللي بيقول ان الشعار بتاعي دوت والطريقة دي والتقسيمة دي و و و ده حقي ليا، وهو لو عايز ياخده لازم يجي يستأذني او يشتري مني. التحديات المتعلقة بالقواعد الجزائية، الراجل اللي في الاولاني اللي قال لك كمان 48 ساعة هبعت لك المنتج، لو عدى 48 ساعة وما بعتش المنتج اشتكي لمين؟ اتعامل ازاي؟ لازم كل ما يعني ما توسعت موضوع التجارة والتعاملات الالكترونية ديت، احنا محتاجين ان التحديات دي تكون ايه، يعني ننظر ليها ونخليها التعامل معاها اكفأ. كمان التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان، حقوق الإنسان زي مثلا حقك في إن البيانات الخصوصية، حقك في إن تشوف إيه اللي بيعرض عليك وما يعرضش عليك، زي ما حضرتك كده تبقى قاعد على الفيسبوك
ويطلع لك إعلان في حاجة أنت اتكلمت فيها مع فلان. طيب هل ده من الخصوصية؟ هل ده فيه انتهاك؟ نعم، انتهاك حق الإنسان. في إن زي ما بيحصل مع الأطفال، الأطفال أحيانا بعض المحتويات اللي بنشوفها على اليوتيوب بيطلع له محتوى غير أخلاقي. تمام، طيب هل ده متعلق بحقوقي؟ نعم. التنظيم الإداري لقطاع التكنولوجيا والاتصالات والمعايير والمواصفات. ما خلي بال حضرتك من حاجة، تنظيم العملية بتاعة التكنولوجيا دي، اتفقنا؟ طيب انت ظهر عندك مشكلة او موقع عايز يحدث، عايز يزود، عايز مش لازم زي ما اي نشاط تجاري بيتم على ارض الواقع انا بروح اخد تصريحات وبروح اخد معرفش وفي هيكل اداري للمكان اللي انا بروح اخد تصريحات فيه و و و طيب هل التجارة الالكترونية هي برضو ليها نفس الهيكل ده؟ تأثير التقنية العالية على الأنشطة العلنية والنشر العلني. التقنية العالية اللي حضرتك زي ما كنا بنحكي من شوية بيظهر لك الإعلانات ده أحيانا، وبقى دلوقتي مشهور جدا إن حضرتك لما تفكر في الحاجة تلاقي الإعلان بتاعها، تقول إزاي ده أنا ده دوب فكرت بيها. مش بس كده، كمان حضرتك كنت في جوجل فعملت سيرش على شقة في نيويورك، تمام؟ دخلت على الفيسبوك لقيت الفيسبوك كاتب لك واقتني شقق في نفس المكان اللي انت كنت بتدور فيه. اذا يبقى في مشكلة في عملية النشر. مش بس كده، اظهار الاعلانات، النشر احيانا بيرتبط كمان باظهار الاعلانات اللا اخلاقية او اللي انت مش عايز تشوفها ايا كان. انت مش عايز طفلك يشوف اعلانات عن حلويات وعن مطاعم فيها فاست فود، اكل جاهز طول الوقت، عشان ده مضر بصحته. مش هنقول ان هي حاجة لا اخلاقية قوي زي مشاكل المواقع الغير جيدة، ولكن دعونا يعني نفترض ذلك. انت حاطط قيمة لطفلك ومش عايز يوصل له الاعلان بالشكل دوت، هل في تقنيات بتدعم ده؟ كمان تأثير التقنية العالية على إدارة نظم القضاء وأعمال المحاماة. ما احنا اتفقنا لما الشركة أو حضرتك دخلت في عقد قانوني ما بينك وما بين علاقة تعاقدية ما بينك وما بين موقع معين هتشتري منه، طيب حصل ما بينكو أي مشكلة، الناس بعتولك الحاجة وطلعت الحاجة مكسورة ومرضوش يرجعوها، وهو تلجأ لمين؟ انا ما بتكلمش بقى عن حاجه ب 100 دولار ولا 50 دولار، قد تكون حاجات كبيره جدا. طيب هل نظم القضاء والمحاماه والقوانين لديها منظومه كفيله بان هي تحفظ لي حقي في هذا الكلام، واقدر اقف قدام قاضي واقول له ايوه اهو معايا اثبات و و و كمان تاثير التقنيه على نظام التعليم والتدريب. نظم التعليم والتدريب دلوقتي شفناها وقت الكورونا يمكن بشكل كبير قوي، بقى فكرة التعليم والتدريب تقريبا كلها بتتم عن طريق الانترنت. تمام، كمان المصالح الحكومية دلوقتي اغلب المصالح الحكومية بتتجه ان هي تعمل التقنيات بتاعتها او ترفع بسبب ارتفاع التكنولوجيا والكلام دوت، ان حضرتك ممكن تجدد البطاقة وتعمل معرفش خدمات التوكيلات و عن طريق ايه؟ عن طريق الصفحات بتاعت المصالح الحكومية. طيب في مفهوم مهم قوي وهو يسمى مفهوم الخصوصية. طبعا مفهوم رائج وسمعنا عنه كتير. مفهوم الخصوصية، ماذا يعني مفهوم الخصوصية؟ مفهوم الخصوصية معناه ان حضرتك تدلي بمعلوماتك وقت ما تحب وبالشكل اللي بيضمن لك ان انت تكون راضي عن هذا الادلاء من غير ما حد يجبرك. مفهوم الخصوصية ده له بعد قانوني، يعني من حقك ان انت تدلي عن معلوماتك او لا. الشركة اتصلت بيا وقالت لي لو حضرتك لازم تقول لنا اسمك ولازم تقول لنا سنك ومهنتك علشان خاطر نقدم لك الخدمة. هذا تصرف غير قانوني، لان من حقي اخد الخدمة حتى لو ما قلتش سني. هما هيستخدموا السن لتحليلات اخرى وقصه اخرى عندهم، لكن انا من حقي ان انا احصل على الخدمه ديت من غير ما اذكر مثلا سني على سبيل المثال. بعد اخلاقي ان من حقي ان ما يستخدمش بياناتي لصالح
شركات أخرى. مثلا على سبيل المثال، أنا دلوقتي سجلت بياناتي على أحد المواقع الإلكترونية، ما تدخلش شركة تانية وتاخد البيانات ديت والاقي حد بيتصل بيا بالتليفون، آه والله يا فندم، ايوه مش انت اسمك كذا، اللي سنك كذا، اللي ساكن في المكان الفلاني؟ طبعا هذا تصرف لا اخلاقي تماما. بعد التسويقي، يعني الشركة لما ترفع من معدل الثقة ما بينها وما بين العميل هيسهل من ادلائه لبياناته. ليه؟ لان احنا غالبا ما لا ندلي ببياناتنا لما بنشعر ان في قد يكون هيحدث استغلال لهذه البيانات، او حد تاني هياخدها، او ايا كان. يبقى البعد التسويقي بيتحسن جدا لما ايه البيانات ديت بيتم بيكون في ثقة، فبيتم الادلاء بيها بشكل سهل. بعد تكنولوجي، زي ما بقول لحضرتك، ان متأكد انك لما هتيجي تسجل على موقع مش هيستخدم البيانات بتاعتك دي في غير الأغراض المخصص لها. يعني حضرتك سجلت عشان تشتري سلعة، مش هتلاقي زي ما بقولك واحد تاني يسرق قاعدة البيانات دي. حضرتك سجلت الفيزا كارد بتاعتك، مش هتلاقي ان بيتم عمليات سحب من الموقع دوت من غير اذنك مثلا على سبيل المثال. استخدام ادوات شخصية لتعزيز الثقة ديت، يعني يبقى الموقع نفسه عنده طرق تقنيات بيخليك تثق فيه، زي مثلا البصمة الإلكترونية. انت مش هيتم السحب منك غير بالبصمة، غير لما يوصل لك رسالة على موبايلك فيها معرفش 4 أرقام ترجع تدخلهم على، تمام. تصميم نظم معلومات وقواعد بيانات جيدة، يبقى هو عنده نظام المعلومات. حضرتك دخلت بياناتك مرة واحدة في نظام معلومات، في سرية كويسة، في أمان جيد. استخدام أنظمة حماية لمنع الاختراق، تبقى أنت متأكد إن لما حضرتك بتدلي ببياناتك على المكان دوت إنه مش هيتم اختراقه، وخاصة قد يكون يرتفع هذه المشكلة لو هما زي ما قلنا بيتعامل مع كروت فيزا مثلا على سبيل المثال، أو إن ده أصلا مثلا بنك. نظم إلكترونية تثبت المعاملات الإلكترونية دون أخطاء، ما انا ما اشتريش وبعدين ادفع الاقي سحب مرتين، او ما سجلش عملية الدفع، او حماية حساب المستخدمين زي ما اتفقنا كده ان الحسابات ما تتسرقش، ما يحصلش ليها هاكينج اللي هو نظام القرصنة. الحماية المادية للأجهزة، الكلام دوت بيتم حفظه على ما يسمى سيرفرات. السيرفر دوت ممكن يعطل وممكن يضرب وممكن مش عارفة ايه. طيب هل عندهم القدرة المنظمة ديت ان هي تحتفظ بالبيانات لمدى طويل والفترات جيدة بدون اعطال وبدون مشاكل؟ ما هي بقى اخلاقيات المنافسة؟ لو جينا اتكلمنا عن المنافسة هنلاقي في معضلة مهمة جدا جدا في موضوع المنافسة دوت، هو ان مش من السهل خالص ان حضرتك تدخل عايز تكسب في سوق وفي حواليك منافسين، وبيبقى المشكلة الكبيرة ايه؟ ان المنافسين دول عايزين ياخدوا حتة من السوق وانت عايز تاخد حتة، بس في نفس الوقت انت عايز تعمل ده بشكل اخلاقي. طيب ايه المشاكل اللي ممكن تعوقنا في هذا؟ مشاكل كتيرة جدا. طب تعالى الأول بس نقول إزاي إحنا بنبني استراتيجيتنا ما بينه وما بين المنافس. أول حاجة بكون عايز أعرف من المنافس هو بيعمل إيه، وإيه اللي هو ناوي يعمله في المستقبل، وإيه اللي هو يقدر يعمله، تمام. يبقى هنعرف الاستراتيجية الحالية للمنافس وأهداف المنافس المستقبلية. عرفنا عند المنافس إيه نقاط القوة والضعف، نبدأ نحط إجابات للأسئلة ديت. أين وكيف يمكن توجيه الهجوم للمنافس؟ أقدر إزاي أخد منه عملاء أو مستهلكين أكتر، تمام؟ أقدر إزاي أخد حتة من السوق أكبر؟ ما هي الأعمال التي يمكن أن تقود إلى ردود فعل عنيفة من المنافس؟ أبقى عارفة أنا دلوقتي ناوية أدخل في حرب شرسة معاه، أو في منافسة شرسة، ولا أنا عايز الأمور هو يكسب ونكسب وتفضل الأمور لطيفة ما بيننا. مش من مصلحتي إن أنا أدخل دلوقتي في منافسة شرسة معاه. يعني ما هي التحركات المحتملة للمنافس؟ إيه اللي المتوقع المنافس يعمله؟ وإيه المتوقع يعمله كرد فعل لأي استراتيجية أنا هعملها؟ إجابة الأسئلة دي كلها هي اللي هتخليني أحط استراتيجية تنافسية. طيب وانا بحط الاستراتيجية التنافسية دي في حبة اعتبارات اخلاقية.
قال لي اول حاجه لازم تكون القيمه اللي هيحصل عليها العميل ديت يكون في حقيقه في قيمه. يعني ايه؟ دخلت بمنافسه وهحط سعر زي المنافس، تمام، بس في نفس الوقت انا هقلل من مستوى الجوده وهقلل من الكميه و بس الطريقه ما يعرفهاش العميل او هيعرفها على المدى الطويل. ده تصرف غير اخلاقي. السعر لازم كمان يكون سعر حقيقي، زي ما لسه حكينا من شوية في فيديو السابق عن السعر، ممكن يكون سعر وهمي او سعر جبري مؤقت، وارجع للفيديو السابق عشان تعرف يعني ايه. كمان لازم تكون النشاطات المتداخلة، النشاطات اللي انا هعملها والنشاطات اللي بيني وبين المنافس تكون نشاطات اخلاقيه، ما كسرش المنافس، ما زمش فيه، ما طلعهوش بمظهر مش كويس، لكن اقول انا اقدر اعمل ايه. التطبيق لازم يكون تطبيق الاستراتيجيه ديت بدون زي ما بنقول تكسير للمنافس، اطبق الاستراتيجيه دي بشكل اخلاقي بما يسمح لي ان انا اكسب واحقق اهدافي، والمنافس يفضل هو كمان يحقق اهدافه، حتى لو انا اخدت حته منه من السوق مفيش مشكله، بس اخدتها بشكل ايه؟ اخلاقي. اخر حاجه الاستمراريه، ان انا اكون اقدر استمر في الاستراتيجيه اللي انا حطيتها ديت. انا حطيت استراتيجيه، لازم يكون الاستراتيجيه دي اقدر اعملها النهارده واقدر اعملها بكره واقدر اعملها كمان سنه، واقدر مش بس تنفع النهارده. علشان نتاكد ان احنا فهمنا الفصل دوت، تعال معنا نجيب على هذا السؤال. اذا كنت تعمل في نشاط التسويق العقاري، كيف يمكنك أن تبني خطة تسويقية إلكترونية أخلاقية؟ من خلال فهمك لمضمون الوحدة السابقة يمكن لك أن تجيب على هذا السؤال. شكرا لحسن استماعكم، ونتمنى هذه الحلقة تكون سهلة وقابلت توقعاتكم، ونراكم في الوحدة القادمة، الوحدة الخامسة إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.